أما أنا بجد درسات دوي الدرسات بريدة أم هنا صندوق التعلم وأم هاتن ما شروط شخصية وعامل خطورة الإنسان ما أفبرن ما جو أفهمو أف كاملن ما أفهمو خلاص كرينا أمي بجان هو أمينا أشروط الإطار القانوني أمينا فيدري أف سي فرع الفردينة أمي يكو يكو مسوالتي ده مكاوكن أمي بنا تسجيل المركبات وثائق المركبات كرتي كتن جوان سوالة هون تشقي قنجي في مناكن وبس نمو مؤدسي كنزام كاري حافظ بك تمام؟ تسجيل المركبات وثائق المركبات أمين تدرب على الأسئلة. ما الذي يمكنك تغيره بالنسبة للوحات الترقيم؟ بجيت كاري تشتي بغيريني اجبر رو اش رقمات رمبيلاتات تكاري تشتي رقمه بغيريني زمن كاري تشتكي رقمي بغيري لا يسمح بإجراء أي تغيير أو بس زي كل خد ما في فيدي ترهمو تنين إيش بركير ناس تغير كلي بكم يمكن وضع شريط لاصق لحماية الكتابة نعكي نازم تشتكي رقمي بك إذا بس قفع صح صح. ما هي المستندات التي يجب اصطحابها عندما تريد قيادة مركبة ملازمة الترخيص؟ أبجيت تشيل أوراق تشتغل بقرة بي وبترابن هكا تبيت ترمبيلاكي باجوي رخصة القيادة يعني إجازة خوزي قرابن. القسم الثاني من إثبات الترخيص وثيقة ملكية المركبات نعم أف ملكية أف القسم الثاني أف وثيقة أكا كبينتك هكا في ترمبيل أزلامة أف وثيقة نام هما الألمانيا دا تكاري ترمبيلة تري باجوي نا تجيبي يكي دي كاري ترمبيلة تباجوي هما وساني أف نام هما الألمانيا أمي زامي رخصة ترمبيلة خبا ومي شهادة ترمبيلة بن نا وثيقة ويكا كيك بجيف ترمبيلة فلانيا زامي شهادات ترمبيلي با يعني قسم الأول من إثبات الترخيص وزامي إجازة خوب قرابة كزامي ترمبيلي كباشو تمام؟ أفجي صاحبه قمت ببيع سيارتك المرخصة وحصلت على سعر المتفق عليه من المشتري ما الذي يجب عليك القيام به؟ أبجيت ترمبيلي خوب فروت وبجي حقي مناسب تديتو ترمبيلي خوب فروت بجيت تشتيكي تسليم المشتري أوراق السيارة از اوراق ترمبيلي دما مشتري اوراق مثلا اوراق تسجيل وثيقة المركبة او رخصة السيارة مقابل حصول منه على وسط تسليم از اوراق ترمبيلي دميتي مثلا ملكيات او وثيقة ملكيات ترمبيلي هكا في ترمبيل في جاب بوا اوي ودا وصلك بدمي وبيجي هاو في ترمبيل دامي واصل يم في ترمبيل اذا ملصق الفحص من لوحة السيارة لا الإدلاء باسم وعنوان المشتري بشكل فوري لمصلحة الترخيص زامي نافو ونافو عنوان إيكا كريس زامي دا دايرة أوي دايرة مناسب جرا صح. ما الذي يجب الانتباه إليه بالنسبة للوحات ترقيم السيارة أجي زامي قهو خودات شتشتي بخصوصي برقمات رمبيلي بخصوصي رقمي يجب أن تكون لوحة ترقيم السيارة الخلفية مدافع في حالة الدرام بجي لازم الرهنك به رقمات رمبيلي لازم مش بشتغل لام رقمات رمبيلي ببيني لازم الرهن كاوي هابي وديو قلوك كابس رقمي بها داش دور زلام كاربة رقمات رمبيلي بخوندي يجب ان تكون مقروءة دائما لازم لام ديم كاربة بخوندي يجب ان توضع في المكان المخصص لها لازم الجهة مناسبة وابور فابي. قمت بشراء سيارة مرخصة ما الذي ينبغي أن تفعله؟ جيت ترمبي لك مرخص كري جيت تشتري إعادة تسجيلها باسمك فورا تقديم بطاقة التأمين لدى مصلحة تسجيل السيارات زامي بطاقة تأمينية وكا اشترم بيش تأمين كما ترمبي لك فورا هادو قصحن اف خلاص بو اف بين سؤال بو اف تسجيل مركبة وثائق المركبات اف خلاص امين فحص المركبات ميفان وكا اف شش سؤال لقد أوقفت مقطورة سكن مرخصة في مكان تخيم خلال نصف السنة الشتوي ما الذي يسري فيما يتعلق بالفحص السنوي؟ أبجيتا مقطورة سكن أف 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 ترمبي أف غير وقت ترمبي لينو زام تيدن نفيجي جهة نفستني جهة نفستني مقطورة سكن أبجيتا الجهة كي تخيمي في تزام خيمة واندا تيدن نفيل بر آفاكي تشتكي أبجيتا أول ويدري تنيفي سالي تل ويدري سكني هشت أبجيتا شتشتي تيكي او بجي تشتشت هيا اب خصوصي اي فحصات رمبيلي اشبر هرد سالة لام ترمبيلي اخوات بفحصي بجيو كتا نيفي سالي تلور هشت بي
جيت شو تشتويها؟ يجب الالتزام بالموعد المحدد على ملاصق الفحص. عن هان بجي لازم لا موعد خوي مناسب لازم تشا فحصات تنبيليش بل هرج دي سالة لازم تنبيلا خوي فحصتك لازم كان هوتا تنبيلا خوي هر دو سالة المال ده هيلا هل لازم تبشتي دي سالة تشيا فحصي تنبيلا فحصك كامل تنبيلا راها كنا تبجي من ششمها هيلا الفيدري ساكني اذا فحصام وششمها باش داتشا يتم تأجيل الموعد المحدد على ملاصق الفحص بمدار زمان التوقف نا هالفيرن هو غلطة بجي بجي زي ششمها فحصامو بيش داتشا جبر هكا هكا مشاش مع ساكني هلا نعم يجب إجراء تقييم لسيارتك الشخصية نتيجة خفض هي كلماتها يجب إجراء ذلك بجي لازم تتنبيلا خو فحص بكي تقييم يعني وقف فحص كرنك يا بجي جبر هي كلي تنبيلا تا داهاتيا تنبيلا تا جوكي داهاتيا برو أرضي هاتيا بجي لازم تكن جيفي تشتي أو بكي تكن جيبيا فحصي تكن جي أو بكي بعد التغيير مباشرة عبشتي كتغير كتير مباشرة لازم أو بكا بنفس الوقت مع الفحص نعم أبجي بنفس الوقت مع الفحص الرئيسي العام لك لكن بعد سنة واحدة كحد أخصى نعم كيرناي بعد طلب مكتب التأخير نعم أبجي بشتيكا كمكتبي قوتا مورا وكمكتبة أجود ترخيصي بعد التغيير مباشرة كيف يمكنك أن تعرف الموعد الذي يجب أن تقوم فيه سيارتك الفحص السنوي؟ أبجي تشلو زانبي كان جي موعدي فحص كرنا ترمبيلاتا وما قوتو إجد سالة هرجر زانبا ترمبيلي كامل فحصتك كأف ترمبيلا كيري أجودني تيا كيري أجودني ناي يا تشتي بيسا دي لازم بيتا تشيكرين شي خراب ويا من خلال بيان مذكور في دليل تشغيل السيارة نالفرتين فيسيا من خلال البيان المذكور في رخصة السيارة الجزء الأول الفيدري بر أفا تسجيل رخصة السير الجزء الأول أف أفا شهادة ترمبيليا أف شهادة ترمبيليا الوردان فيسيا زامي كانجيوكا أو تاريخة أقالة تالية زاما وقريت إدن فيسيا وإدن بشتي دي سالة زامي تشادي ساويوكا من خلال ملاصق الفحص الموجود بالجهة الخلفية لوحة المرور الرسمية وكا لصقيك كاسكا بشتفا اسلام ويجي بويك يجي زام زاني وفان هردوكا زام زاني نا تشغيل مركبة فردوكا ديتري ألغيت رخصة التشغيل لسيارتك نتيجة لتغيرات تقنية فيها ما هي النتائج التي يجب أن تتوقعها إن قمت رغم ذلك السيارة على رغم ذلك السير على الشوارع العامة أو السيارة اشكرا السيرة أبجي بجي الرخصة أجوتني زلامة برينا بجي ألغاء كرينا جيش بر تغيرات أو تغيرات تقنية ترمبيلات شونا ترمبيلات نا كيري أجوتني نا بثير تشتكي وسابج نزلامة أو تشتكي وين ناي قنجاتني كاري باجينا بسلامة تا بجي هكا وسا قودنا تا وهر تا شو ترمبيل أجوت چه تشت كرتي چه ببي فرد غرام مالية آ كرتي حق زلامة بن هكا زام كرتن وزام وسا ترمبيلي باجي فقدان حماية التأمين آ يعني تأمين آوي زام بفاقديني دا سلامة بچا تأمين كرنا ترمبيلي وإدراج في سجل الأهلية آ وكا نقطة البر بدن وكا بونك تاكي بدن اكتشب اف بونك تقلق المهمة فجا كرتي كزام وسا باجي بونك تاكي جي زام بفاقديني اشتريت سيارة مستعملة وفحصها الرئيسي العام قد أجرى حديثا متى يجب الذهاب إلى فحص الرئيسي العام مجددا؟ بعد 3 سنوات بعد سنة بعد سنتين ما قلت بشتي دي سالة زلام أو كتا ترمبيلك بجي ترمبيلك ريا وبجي نو بجي ترمبيلك مستعمل تكريا وبجي سخويوي نو فحصاوي خلاص كريا وكا نو فحصاوي خلاص كريا وتترمبيل نو هجي كريا كان قيت اتشي فحصا ديتل بشتي دي سالة هذا تقييم فني بسبب إجراء تغيير تقني في المركبة الخاصة بك ما الذي تلتزم المركبة يعني وكا سيارة وكا في سيارتك الخاصة بك أبجي تقييمك الترمبيلات تشيبو جيش جبرت تغيرك تشيبو يانا لازم تشي فحص بك تغيرك الترمبيلات تشيبو يا أبجي ده شلوكي تي التزامي بشي تشتكي يجب علي بخصوص هذا التقرير أو التأكيد تقريرك اشترى هاتيا أو تأكيدك هاتيا هكا إنه لازم تبي ترمبيلي تبي فحص كرني نا جبرت تغيرك تشيبو لازم تبي فحص كرني تي شلوكي أرسل له إلى الجهة المنتجة للمركبة نعم جهة تفي تقرير ناشين جهة ترمبيل شكري أحمله معي آنها تبقى راه القري وأقوم أشبه تقريرك تبقى راه القري وأقوم عند الضرورة بطلب تسويب رخصة السير الجزء الأول آنها تبقى راه القرم وهكذا مجبور بهم أزي بجمع جهة تسجيلة ترمبيلي أزي بجمع ويدي شنا جهة رخصة السير الجزء الأول جهة تسجيلة ترمبيلي
ورخصة السيارة الجزء الثاني ورقة شهادة مالكها، مثلا ملكية السيارة أو ملكية المركبة بنية تمبلاكية، أو الجزء الثاني أو الودائع الميسية. ألصقه في الموضوع المخصص لهذا المنسوب عليه في رخصة السيارة الجزء الثاني. نعم تبجي أحمله معي. أمينة تأمين وفقدان حماية التأمين، تأمينات وفقدان حماية التأمينات أمين وانا أوكل أفضل سؤال تدرب على الأسئلة. ترغب في تشغيل مركبة في الطريق العام، ما الذي يجب عليك الانتباه إليه؟ أبجي تفيت ترمبيلاكي باجو يعني تباجو يا أبجي تشغيل مركبة تباجو يا تفيخي السر شارع كعامنا أف سؤال إذا نشكي وكذا في مكرنا يعني هو أبجي ترغب في تشغيل مركبة في الطريق العام يعني تفيت ترمبيلاكي باجو السر شارع يجب أن أكون مالك المركبة أبجي لازم أخوي ترمبيلاكي نعم كيرنا نحط هاد كاري ترمبيلا هذا كي خواجي باجو تشيل ألمانيا هم كي بيبغاري والأوروبا هم كده ورقة مالك كي جي كان تجربة كيرتي شفت نت مالك وي. يجب أن تتسم المركب بسلامة المرور. لازم ترمبيلاتا مناسب يعني السلام بي تشتكي غلط وخطورة وتيل النبي تايريد ويقنج من ستابود ويقنج بقرين مثلا سلامة مرور سلامة أجو تنتي ذهبي. يجي توفر تأمين ضد الغير للمركبة. لازم تأمين كرناوي هبيش بل كزامة ترمبيل الماكرين لازم تأمين بك كزامة اليكيدا الدورة التأمين كرنا قبل شركة وي اي وترمبيل اهل جرين وي تشجبا خوات شيكا هكا يكي يجي زامة دفجة حسب التأمين كزامة جرى شيكريا. تمام سؤال الدوي، ما الذي يجب القيام به عند انتهاء صلاحية تأمينات المركبة ضد المسؤولية؟ بجيت شلوكي هكا كتأمين كرنات رمبيلاتا خلاص يجب التوجه بالسيارة إلى مصلحة جنة تأمين خلاص ويا كمات يكسر الفشار عيب كافي في جزء ترمبيلي ما أجهي مصلحة تسجيل سيارات نعم التوجه يعني زي ماشين شما ترمبيلي لا يسمح باستعمال سيارة بحركة السير المروري كرنات يكسر يباجو يجب ألغاء تسجيل سيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات لازم ألغاء بك تمام صح اف اف درسا دد ويجي تشو اف شروط الاطار قانوني اف هرسيك جيما برن و امي درسا دي تردا امي